بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. كما ذكرت، صحيفة أخبار اليوم ذكرت خبر محزن ومخيف. الصحة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة انتشار الكبد الفيروسي وسط جميع فئات المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع وأيضا الوضع الصحي اللي بيعانوا منه المتأثرين من السيول والأمطار والفيضانات في المناطق المتأثرة في السودان، تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة هديل محمد الحسن من إعلام المخاطر وزارة الصحة الاتحادية. مرحبا بك دكتورة هديل، صباح الخير. مرحبا أستاذة فاطمة، صباحك نور إن شاء الله، صباح وربنا الورد. يسعد أيامكم، صباح الصحة والعافية إن شاء الله بالجميع. مرحبا بك. إدارة الأزمات والصحة طبعا بتلعب دور كبير ومهم جدا، وصحة المواطن هي فوق كل شيء بلا شك يعني. فالصحة اليوم خبر تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة انتشار الكبد الفيروسي وسط جميع فئات المجتمع، وأيضا عدد من الإشارات الصحية الخطيرة في المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات نتيجة للوضع الكارثي اللي بتعاني منه. تفضلي. نعم، للأسف الخريف السنة دي كان خريف جاي بشدة. كمية من المناطق اللي ما كانت أساسا بتتأثر في السنوات الماضية تأثرت السنة دي. الجزيرة، ولاية نهر النيل، وعدد من الولايات المتأثرة حقيقة. كل العوامل دي يعني متوقع زي ما قلتي الأثر والمردود الصحي السالب شديد على صحة المواطن. نحن بنتوقع بعد يعني غير الإصابات اللي بتحصل أثناء تهدم المنازل أو فقدان المواطنين لمساكنهم وغيره، والإصابات اللي بتحصل لحد هسي في عدد كبير من الوفيات والإصابات، بنتوقع بعد كده برضو انتشار الأمراض، التهاب الكبد الفيروسي، بنتوقع الاسهالات، بنتوقع السميات بأنواعها، بنتوقع التايفود، بنتوقع الملاريا بصورة كبيرة شديد لدرجة تفوق العتبة الوبائية وغيره. حقيقة يمكن الصحة هي واحدة من الجهات المنوط بها انها يمكن تهتم بالاثار دي. والاثار دي كلها هي بترجع على عاتق الصحه صراحه. بالرغم من انه الاستعداد للخريف هي مسؤوليه متكامله ومسؤوليه مشتركه بين المواطنين والجهات الثانيه زي البنى التحتيه، طرق والجسور، والارصاد الجوي وغيره من غيره من الجهات المنوط بها انها تستعد. هي مسؤولية مشتركة دكتورة هديل. نعم. عذرا للمقاطعة، ولكن الآن عبر الشاشة صور حية ومباشرة من المناقل عبر التي في يوم مع الزميل مصطفى كركساوي، الآن ينقل لنا صور حية ومباشرة لنضع السادة المشاهدين في الصورة لمتابعة ما يحدث الآن في المناقل. اتفضلي. نعم. دكتورة هديل، أيضا اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، هذا الخبر أيضا يعني محزن وبالتالي له عواقب صحية كبيرة ومؤثرة جدا، يا ريت لو نتطرق لهذا الموضوع أيضا. نعم، حقيقة بنتوقع زي ما قلتي لأنه تهدم عدد من المراحيض في المناطق المتأثرة دي، بعد كده يعني جريانها مع في الخيران أو كده لمجاري النيل وغيره اللي هي بتتوقع الآثار دي والمردودات دي. فأنا بتوقع من المواطنين يعني في اللحظة دي بالإضافة للتدخلات بتاعت الجهات الصحية يعني استخدام الكلور إذا موجود عندهم لتلورة المياه اللي هي أساسا بيجيبوها الجهات المسؤولة بتقوم بتوزيع الكلور وكلورة المياه وغيره، لكن أضعف الإيمان من المواطن في اللحظة الحالية مطلوب منه إنه يغلي المويه مصفيه ويعني يحافظ على انه يحتفظ بالمياه بعيدا عن الذباب ويغير كل مره المعون بتاع المويه ومحدش التلوث بشكل عام. نعم نعم، لانه بنتوقع برضه مش بس تلوث بمياه الصرف الصحي فقط، لكن بنتوقع ايضا في المناطق لانه تعرضت مناطق في ولايه النهر النيل اللي هي مناطق التعدين برضه تاثرت
في المخلفات بتاعت التعدين زي الزئبق وغيره، دي برضو بنتوقع تلوث كيميائي. فدي كلها من الآثار اللي هي برضو بتأثر على صحة المواطنين. نعم، إدارتكم للأزمة كوزارة الصحة وإعلام المخاطر بوزارة الصحة الاتحادية دكتورة هديل، يعني فيما يخص إيصال الأدوية والمعونات الصحية للمواطنين المتأثرين في المناطق المتأثرة، الأدوية والأمصال والتفاصيل المتعلقة بالمواطنين صحيا، كيف يمكن إدارة الأزمات في هذا الوقت الصعب، وخصوصا أنه في مشاكل في توصيل هذه المعونات المواطنين؟ نعم، حاليا يمكن الجهات كلها منصبة، وعبر قيادة مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللي هي حتى معانا شركة فيها الدفاع المدني وغيره، تم تجهيز يمكن الأدوية، بالإضافة لأنه تلقينا العديد من الإغاثات من الدول المختلفة، يتم الآن عرضها للجنة المختصة وتوزيعها حسب الأولوية، وتحركت الحمد لله كمية من القوافل الصحية للمناطق المتأثرة، يعني شايل الأمصال بتاعت لدغات العقرب والثعابين، شايل الأدوية الخاصة بالإسهالات، شايل الأدوية الخاصة بكدورة المياه، شايل حتى الشلتر، لأنه الناس بقت بدون مأوى، في كمية من الناس فقدت المأوى حقها. فيعني كل المعونات دي تحركت، والحمد لله تدار الأزمة عبر مركز عمليات الطوارئ اللي فيها كل الشركاء. نعم، نسأل الله لكم التوفيق والإعانة. شكرا جزيلا دكتورة هديل محمد الحسن، إعلام المخاطر وزارة الصحة الاتحادية، شكرا جزيلا. شكرا لكم.